يشرف جنب. نقول يا هلا ويوم السهلا، عدنا لكم جمهورنا الكريم. اليوم يوم التحدي، الشباب يبغوا درجات. عندنا في الكشتة هنا مجموعة درجات حتتوزع إن شاء الله من مالك القناة. تمام، المسابقة سهلة وبسيطة، عندنا مجموعة صناديق كلها مرقمة. تمام، البلالين جوتها أرقام معينة من 1 إلى 10. تمام، حلو. كل صندوق عليه قيمة معينة. تمام، نفترض إنه الآن أنا أبصيد هذه البالونة. تمام، البالونة داخلها ورقة، الورقة هذه حتروح للصندوق. تمام، صندوق رقم 7 مثلا، طلعت الورقة 7 حتروح صندوق 7. في شيء لو أكلته أنت حتاخذ الدرجة. أخذ 7. تمام، على نفس الرقم ولا؟ على نفس الرقم. يعني إذا أخذت 10 طلع لك شيء سيء لازم تاخذ 10. إذا أخذت في 13. في 14. في 14. خذ 14. مين فيكم جاهز؟ أنا. آه خلاص، قال خالد أول واحد. أنا. يلا اللي بعده، ها هنا؟ يلا بسم الله، تعال هنا مكاني. يلا ركز ركز، بسم الله وعلى بركة الله، لو ما جبتها حتروح عليك. الله، عطني الورقة، عطني 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 عطني. ما شاء الله تبارك الله، الرقم هو هو هو. ها كم تتوقع الرقم؟ أباك تجيب لي الصندوق. كم الرقم؟ 15 شكله. ها؟ 15. لا رقم كم؟ 8 رقم. أوه 13. رقم 13 صندوق رقم. تعال تعال لا تفتح. تعال وش تتوقع يا خالد؟ هد هد والله متوتر. لا هد هد. ايش تتوقع في هذه العبوه؟ ما في شيء اتوقع. ما في شيء تتوقعه؟ يعني فاضيه؟ فاضيه. لا فيها ايه؟ درجات. طيب الشيء هذا انا اقول عشان الوضع يكون احمس، تعالوا كذا في النص، ايش رايكم احنا كذا نروح؟ تعال تعالوا كيف، تعال كذا، تعال هنا خالد. يا سلام. طيب شيء تعالوا كذا بسرعه ياخذ، حمست. 13 ياخذ 13 درجه لو هذا. الله والله يا حظه، والله يا حظه. 13 درجه، والحاجه هي حلاوة. ايش سموها انتو؟ غزل البنات. حلاوة قطن. شعر البنات. حلاوة قطن. ها يلا فكها بالعافية وكلها. يلا بسم الله يلا. يا سلام، هذا كاشت. هذا جو البر حقيقي. ما شاء الله تبارك الله. هذا ما عرفت افتح. يلا بسم الله. يا ساتر والله هو محظوظ، يعني طلع له هدية واخذ اعلى درجات. يلا بسم الله. بالعافية بالعافية. ما شاء الله تبارك الله. يلا مين اللي بعده الآن قلنا؟ يلا ايوه انا بعده. بالعافية بالعافية. قول بسم الله. قول بسم الله. طيب الآن مؤيد. مؤيد نعم. أباك تركز. شكله ناصر اللي على البريك. يا خالد تعال هنا. خليه ايوه. الله، مؤيد يصطادها ويأتي بالهدف. ها ليش قال ما تبقى زين؟ ايه تبقى زين ما شاء الله. تعال هنا تعال. يا سلام يا رب 14. يا رب كم؟ 14. يعني ما اتوقع. شكل واحد. الرقم هو هو هو. الله، الرقم 12. 12 صندوق رقم 12. هذه كلها بالترتيب. ايه 12 صندوق رقم 12. ايوه وصل 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 صندوق رقم 12. يا رب يا رب. ابعد ابعد. خلصت. شكلها بصل. صندوق رقم 12 فيه يا طويل العمر والسلامة. نقول عليك بالعافية الجزر. يلا يلا لازم تاكلها. بسم الله على بركة الله. الله الله. ها 13 درجة. خلاص 13. يلا يلا الآن مين الآن؟ بسم الله. قول بسم الله. قول بسم الله. ايوه بالعافية. أرنوبي أرنوبي لابس الله صوبي. لا قرن اثنين. بالعافية بالعافية. يلا روح كمل هناك، كملها هناك. يلا والآن اللي بعده مين حيكون معنا؟ أنس. أنس ركز يا أنس. يلا لا لا عادي عادي، اللي بعدها حنأشر ما عليه. طيب انت 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 بتصير اي بلونه؟ شكلي يعني على المبخره. ورا الطيب. ورا الدله. ايه طب ابك يعني الحمراء هذه. ها ايوه. طيب ابك تركز. الله يعطيك المبخره والطيب والعود بعيده.
بعيدة صدقني ترى صدقني 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 تبى الحمراء؟ ايه بسم الله وعلى بركة الله. أوه معوض راحت عليك يا أنس. لا للأسف راحت 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 خلاص راحت ايه راحت يلا لا خليني أعطي محاولة ثانية. أنا يلا محاولة. أنا اليوم أول يوم خلوني يا جماعة خلوني كده أساعدهم صح ولا لا خيار؟ صح 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 حلو. يلا بسم الله ركز هذه متفاهمة. يلا واحدة يلا الحمراء خلاص ما بتحسبي ما هو جد لا اله الا الله قلت لك طيب لا لا عادي عادي نعطيه محاوله خلاص اخر محاوله اخر محاوله يستاهل انا حاقد على دي. طب غيرها خذ البيضه ولا بسم الله لا 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 يا جماعه خلاص افقعها بيدي وبس افقعها عني دقيقه افقعها عنا هات هات عطني 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 لا لا نعطي محاولة يا عيال نعطي محاولة ها نعطي محاولة نعطي محاولة يد الله طيب يا سلام طيب الرقم هو اوكي ابعد ابعد لو يقول والله ما انا عارف هذا الرقم كم صراحة سبعة ولا ثمانية ما عليك ما عليك ثمانية سبعة ولا ثمانية 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 انا اقرا مكان اللزقة ها ايه فوق ثمانية ثمانية يلا ثمانية ثمانية يلا ها عطني الصندوق طيب الحين كيف اعرف فين ثمانية؟ هذه ثمانية ايش تبغى؟ اللزقة تحتينا يلا خلاص الله يلا ارجع ارجع يا خالد ارجعوا ارجع مويد بسم الله اوه انبليفبل معناها شيء لا يصدق فكرة تبغى ثمانية درجات؟ ايوه ابغى احسه كيوي احسه عليك ان كيوي ولا معمول ولا عليك ان شكلها كليجة كليجة تشرب عصير الطماطم مفيد 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 يلا بسم الله هو قال والله لا اشرب اي حاجه 50 درجه اكون معك بسم الله انصحك انصحك شوف عصير الطماطم طعمه انا اقول 8 درجات والله ما تستاهل لا تستاهل ما تستاهل تستاهل يلا يلا بسم الله على ها اي كامل بالعافيه قول بسم الله تقدر عانك الباري عانك الباري مفيد 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 ها كيف مرتفع يرجع تعال يا انس روح روح هناك اشرب روح 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 خلص ها بخلص له الا شوي ما شاء الله تبارك الله عليك تعال تعال يا عزوز تعال ما شاء الله تبارك الله ها ايش فيك متحمس انت متحمس انا تعال تعال وقف جنبي احسن تعال هنا ما شاء الله تبارك الله ما حد ياخذ حقه البيضه البيضه حقتك حجزتها خلاص ابشر كلها بيضه يلا عزوز الان بسم الله وعلى بركه الله يلا عبد العزيز يعلك ما تجيب يعلك ما تجيبها يلا ها ركز رشيد الله 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 قريبه 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 قريبة وينها وينها وين راحت يا ولد ورا البريك يلا ها ركز ركز جيبها جيبها بسم الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله حقتي محجوزة لا حول ولا قوة إلا بالله لا 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 ها محجوزة خذها لي محجوزة يمكن يكون فيها رقم واحد يلا بسم الله وعلى بركة الله تهدي ها وأنا مغمض لا حبيبي لا تغمض انت مفتح ما جبتها بجيبها بسم الله ركز الله اكبر يا مريض يا سلام يا سلام قال وانا مغمض قال يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله طيب الرقم هو تبغاها انت يا خالد الرقم هو 5 الحمد لله مو حق صندوق رقم 5 اعطينا 5 طيب ما شاء الله تبارك الله هذا دائره مو 5 انا ابغى 14 أسوأ من كيوي 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 ولا كيوي ولا طماطم يا حظه يا حظه يا حظه يا حظه بالله خالد يا حظه يا اخي قلت لك حقتي لا ما يستحق والله ما يستحق طيب اللي موجود بالصندوق هو
شوكولاته. بالعافيه بالعافيه بالعافيه. والله خالد خالد حقك والله. لازم تاخذ 5 ريالات لازم. خلاص يا بابا. خلاص دحين دحين خالد يلا انت يحق لك تختار اي صندوق، ايش تبغى اي صندوق؟ تصيد البالونه البيضاء وهل هو حيصيدها ولا ما حيصيدها؟ واحد. ما شاء الله تبارك الله صاد الجره. الله 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 الله. محاولة ثانية. يلا محاولة ثانية بسم الله وعلى بركة الله. الله 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 الله. وتشطفها. هدي شيخ يا خالد خالد هدي هدي هدي. ثالثة ثابتة. كيف تقنص بعيونك كذا؟ كيف؟ شوف انا مغمضة. ايه ورينا. اوه والله كانت قريبة. والله انك مهايطي قال وانا مغمض قال. يلا يلا. الرابعة ثابتة. الرابعة ثابتة. ترى ترى في مصورين هناك ها انتبه ها. اخر واحدة لو ما جبتها ما راح نعطيك ولا بالونة. خلاص انا مغمض. يلا ترى في مصورين والله. آخر خلاص خلاص اخر واحدة اوكي. يلا هذا ما جاب. الله الله. تعال 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 هات هات. بشوف انا. يلا ان شاء الله 14. شوفها تعال كم؟ بكيفك هو 14؟ انت اول كم طلع لك؟ 13. احمد ربك طلع لك. تقول 14 11 10 كم؟ 14 ناقص 7. مبروك. ايوه يلا 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 يا نكبه يلا. تعال تعال فواكه والله خالد اكره متحمس اليوم. شوف وريني وريني هو شاب حقتي. لازم واجب ايه تاكلها. طب وريني ايش هو؟ 7 درجات درجه تنطح طماط. درجه طماط طماط ولا طماط؟ الاجابه هي او الغرض هو طماطم. ليمون. تاكل الليمونه. بالعافيه. قشرا قشرا وكلا حبيبي. لا يلا ابغى يلا مقشر. تبغى مقشر؟ قشر بيدك. ما اعرف يا اخي. اسرع من هذا. ليش اسويها؟ يلا يلا ولا اسنانك اسنانك. يلا يلا خطر خطر. يلا يلا اسنانك بسرعة بسرعة بسرعة. يلا انا ما بلعب المسابقة اللي بعدها الا بشوف وجهك صراحة. صبر 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 ما يصلح. خلاص ياكل ليمون بدون ما يوجه وجهه للكاميرا. ايه الكل بيشوف تعبير وجهك زين. خلاص المظاهر ما بختار. سي سي هذه خايسة. يلا كيف اقشرها والله؟ كذا بقشرها كذا بقشرها كذا يا رجال. نظر الكاميرا نظر الكاميرا. نظر الكاميرا. الله يقلعها ما قوية دي. كسرت اسنوني. يلا يا خالد يلا لازم يخلصها. اي كل كل بالعافية. يا سلام يا سلام. نظر الكاميرا نظر الكاميرا. يا سلام بالعافية بالعافية ما شاء الله تبارك الله. مفيد 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 مفيد. طماطم زي الطماطم. يلا يلا بالعافية بالعافية. ريحة الليمون هنا وصلت. والله وجهك بالعافية. اي ما شاء الله ما شاء الله. خلاص بطرش. فيتامين هذا فيتامين عشان ما تجيك برد. فيتامين ايش؟ فيتامين ايش؟ فيتامين ايش؟ فيتامين سي. صح. فيتامين سي. لو كان البرتقاله كان احسن. يستاهل 7 درجات. يلا اللي بعده مؤيد. اسلم يا مؤيد. يلا تعال تعال. يلا بسم الله ركز يا مؤيد. استعين بالله. الله 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 الله. قوية 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 جدا 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 جدا. يلا بسم الله ركز يا مؤيد. قول بسم الله. بسم الله. ايوه الله. اوه قريبة قريبة قريبة. هلا جنبها 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 جنبها. يلا اقرب. بسم الله. الله اكبر. ما شاء الله تبارك الله. الرقم هو هو يا رب يا رب. شوف 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 ملك التوقعات. ملك أربعة شو اسمه؟ 14. كم؟ تعال هنا تعال خالد تعال. والله 14 حلو. كم الرقم توقع يا خالد؟ 14. الرقم هو 11. الله يلا اعطونا رقم 11. صندوق رقم 11. والله توقعت 11. هذا اللي تحت. يا سلام. اول اكلت جزره. فيها ها؟ فيها شيء ثقيل. والله فيها شيء ثقيل. الله ترنب. طماطم طماطم. الاجابه هي برتقال. هذه فيتامين سي. هذه فيتامين سي كله فيتامين سي. يلا بسم الله قشرها وعليك بالعافيه عليك بالعافيه بالعافيه. وهو بامكانك يعني ما تاكل وما تاخذ 11. لا لا كلها تاكلها. يلا بالعافيه. طيب مين اللي بعده؟ لا عطني يلا ايش
أنس الآن أنس بيختار. إيش رأيك نروح ندوق؟ ها؟ روح يلا مويد قشر 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 بالعافية. صبر سعد الرحمن بعيدة ها؟ كمل تعصير الطماط. أيوة ما شاء الله باقي شوي. لا أنا أعترض أنا أعترض. لا كمله ولا ما تعرف؟ بكمله بكمله معلي بكمله. شوف مويد ياكل أنت تاكل القشر ولا إيش؟ يلا بالعافية بالعافية يا سلام ما شاء الله تبارك الله. أيوة أنا والحمرة دي. أوف ترى مصور الكريم يا شيخ يزعل عليك. قول بسم الله. حبيبي ترى البرتقال ما ياكله قشر يا مويد. ما حد ياكله. خالد ايش هي؟ بربر لازم. شكله تعلم من كريستيانو ياكل بدون قشرة. طيب يلا الان نشوف انس بيصيد اي بالونه. يلا الحمراء. مصور مصور شوي كذا عشان ما تجي علينا. ايه يلا انتبه بس. الله الله اوه صاد الخشبه. جيب. قريبه 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 يلا يلا بسم الله صيد دقيقه. الله 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 ما شاء الله. عطنا 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 كم الرقم؟ شوف ملك التوقعات يا ملك التوقعات. 10 10 انا قلت 9 يا رب. 14 14 ما طلعت للحين. مين؟ ايش فيها الورقه دي؟ 9 شكلها مع الشيء. 10 رقم 6 اوه ستة ستة ستة. لا عصير ثاني طماطم لا مشكلة. الله شكل عصير برتقال أحبه أنا صراحة. إيش هو؟ طماطم طماطم طماطم. يلا بالعافية يلا. ليش أنا حبهم كويس وحبهم كويس؟ بعد الطماطم ليه ما تاكل سلطة الطماطم؟ يا سيد هذا كله مشروبات. هذا ما غير اسم سوائل مشروب ما أدري إيش. ايه طماطم باللبن يعني عادي يعني طبيعي. بس لا ما لا ما يجيني حظه زيه. لا انا حظي مو حلو يعني. عشان قلت سي. قول ما شاء الله قول ما شاء الله. ما شاء الله بالعافية. يلا بسم الله اشرف بالعافية. ايوه يا سلام يا سلام. يلا مين الان عزوز؟ يلا عبد العزيز البشر الان اخر واحد. سهم. وين السهم؟ وين السهم؟ السهم الاحمر. يلا والاخيرة بنتحدى انا وخيال. والله تحدي على قولهم يدسم الشارب. ها وين بتصير؟ باقي وحده هنا هذه. يلا بتصير هذه ان شاء الله البيضاء ان شاء الله. يلا قريبه قريبه قريبه. راحت عليك يا عزوز. باقي ثلاث. يلا يلا يلا. ها باقي ثلاث. خيال 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 مطاش. اي بنصيد انا وخيال هذه. نقدر نغير نقدر نغير. اي انا اقول اي يلا لا غير يلا غير. ما اعرف انها 14. يلا يلا بسم الله. اوه دكتور يلا قرب قرب منها قرب 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 منها. بسم الله صيدها. الله 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 الله. طاط الورقه عندي. طارت وين الورقه؟ تحب الورقه. الورقه راحت هذه. هذا ثاني. هلا والله خيار. كيف حالك يا القهر. يلا شوف جت بحضني يا اخي. يا اخي 14. طيب ها 14 والله بس 14 بس يمكن شيء. رقم 10 عليك ديك 14 10 10 14 يلا 10 يلا خيال شوفها. اقول لهم هي فواكه. يلا جيب لنا فواكه. اصبر تفاح. هذه هي كيوي. تحول يا شيخ ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله مقشر. قشرها ولا قشرها بتاكلها بتاكلها.